هذا سائل بعث عددا من الأسئلة لم يذكر اسمه ولم يرمز له، يقول: ما حكم زيارة أحد الجيران بعد أن عرفنا عنه أنه رجل يعمل بالشعوذة وهل الأكل عنده محرم وزيارته محرمة، مع العلم أنه قد يغضب ويهدد أولادي بالجن إذا علم أني تركت زيارته، وما توجيهكم لنا جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الشعوذة من السحر، الذي يستعمل الشعوذة ساحر، والساحر كافر، قوله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر، وتعلمه وتعليمه كفر، والعمل به كفر. ولا يجوز الذهاب إلى الساحر إلا على وجه الإنكار عليه والأخذ على يده ومنعه من السحر، أما الذهاب إليه للجلوس عنده والاستئناس به فهذا أمر محرم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والساحر أعظم من الكاهن، أو يقال الكهانة عامة يدخل فيها الساحر. فالحاصل أنه لا يجوز الذهاب إليه ولا الجلوس عنده إلا وعلى وجه الإنكار عليه وإقامة الحجة عليه من أجل إبلاغ المسؤولين عنه للأخذ على يده ومن أجل إجراء اللازم عليه والحكم الشرعي عليه. نعم.